كيف كتشوفوا على الشاشة، هذه استمارة بالفرنسية فورمولير. هذه لطلب وضع البروفيل ديالك، وضع الشخصية، وضع ترشح ديالك، الترشيح ولا الترشح ديالك لهاد المكان، هاد المنطقة للحصول على عرض أو عقد عمل. تو سامبلومون، بكل بساطة، ما كتحتاجش شي حاجة. من حق أي واحد تكون سيتويان، يعني عندك جنسية، ريزيدون بيرمانون، عندك بيرمي ترافاي قريب يسالي ليك، أو بغيتي تجدو ولا شي حاجة بالنسبة للتلاميذ وتلاميذ طلبة، وبالنسبة للناس اللي عندهم دي ستاتي تومبوغير، ممكن اوتر بيي. ما يخرجش شي واحد متفهم كيقول لك نو، هذه راه استمارة خاصة، نو، خاصة بجميع، عارفين اش كنحطو واش كنعطيو. اوتر بيي يعني اماكن اخرى، بلاد اخرى. انتوما البلد ديالكم كتعمروا الاستمارة، سي با كومبليكي. الكوريال يعني البريد الالكتروني ديالكم تكملوا، راك عارفين التليفون ديالكم ضروري تحطوه بالكود، تحطوه اسهل. تيب دو كونترا، اش بغي، اش من كونترا كيقلبوا ولا شي حاجه. وهنا لي سيكتور اللي كتقلبوا عليهم، شوف المهنه ديالك انت فين كاينه. غادي نشرح لكم بطريقه مفصله، حتى دي اون ميم طون كيدير واحد ليفالياسيون، وكتحط السي في، كتحط السي في ديالك على الطريقه الكنديه، بلا لاتر سوا بريزونطاسيون ولا موتيفاسيون، سا ديبون اش كت علاش كتقدم، اش كتابليكي. هنا كيشوفوا لك التجربه ديالك، ليكسبيريونس، كيديروا لك ايفالياسيون بلا ما تعرف. شوزيغ ان فيشي، كتكليكي عليها، كيديك كتمشي تجيب، بون بحال هكا كتمشي تجيب السي في ديالك، ديجا كيكون سوفغاردي في لورديناتور ديالك. سي في يعني اون فرونسي. بغيتي بالنسبه للناس ناطقه باللغه الانجليزيه، الدول العربيه الناطقه بالانجليزيه، نفس الامر، يعني كتمشي تجيب السي في ديالك، يكون ديجا ضروري على الطريقه الكنديه، يا بالفرنسيه يا بالانجليزيه. لا لتر دو بريزونطاسيون مهمه، فرقوا الناس بين لا لتر دو بريزونطاسيون ولا لتر دو موتيفاسيون. هنا لا لتر دو بريزونطاسيون تاعي خاصها تكون عندك ديجا، كتمشي تجيبها مباشره، اما بالفرنسيه او بالانجليزيه، لغه واحده. اوتر دوكيمون، هنا غادي نتكلم وغادي نشرح لكم علاش كيطلبوا هاد اوتر دوكيمون، غادي نشرح لكم في الفيديو. هنا جيلو سو ميتر ما كانديداتور سهله، هادي اوتر دوكيمون، يعني باش قبل ما ننساها خص تكون عندكم ديجا هنا في الاورديناتور. اشنو هما هاد لو دوكيمون، لي دوكيمون يعني هاد الوثائق اللي كيطلبوا. هادي منطقه كتطلب يد عامله للاستقرار بها، الطريقه ديالهم هادشي، هاد الاستماره مجانيه بالنسبه لهاد المنطقه. قبلوك كيتصلوا بك، كيديروا معك اجراءات، ما قبلوكش ما كيتصلوش بك، حيت كاين بعض الناس بعض المرات كيظن ان لو في انه راه لا قدم، خصهم يقبلوه، خصهم يجاوبوه. كايناش هاد القضيه هنا، هادي الله يخليكم، سمحوا لي. كاين بعض الناس كيظن ان لو في انه كيحط البروفيل ديالو، كيحط طلب، نقولوا طلب، ملي كنقول البروفيل يعني الشخصيه المهنيه، شكون كنت، ما كيعرفوكش هاد المنطقه ولا هاد المقاطعه ولا هاد المدينه ولا هاد المشغل، ما كيعرفكش، كيعرف اش كتحط. بون هو هذا البروفيل اللي كنسميوه حنا البروفايل ولا الشخصيه المهنيه بالعربيه، راه ماشي ملزوم يعني ما يجاوبوك. العقليه راه ما فهمش، حتى في المغرب ولا الجزائر ولا الدول العربيه راه ما كيجاوبكش المشغل، لما بغاكش ما كيجاوبكش. سي غار شي واحدين كيقدر يقول لك بون اون روسو اكيزي دو ريسبسيون كنسميوها، هادي غير سي غار. اما المشغل ولا المنطقه، البروفيل ديالك ما عجبهمش ولا ما تسيليكسيوناش ولا بون شي فيه شي مشكل، ما بداش يشرحوا لك لا راه خصك تعمل هكا وخصك، هما ما عندهمش وقت لهذا الشيء، راه كتجيهم الالاف ديال لي كونديدا، ماشي انت بوحدك، وما ملزومش علم يجوبوك. هنا ملي كيقول لك لي كونديدا سيليكسيوني، اللي تختاروا هما اللي كيدخلوا معاهم في هاد الاجراءات ديال التواصل، وكيشرحوهم كيديروا وكيطلبوا لهم لا بغاو دي دوكيمون سيبليمونتير كنسميوها ولا كومبليمونتير، كيبدا يدخلوا معاك في الاجراءات، اما عن طريق الكوريال ولا كيعملوا معاك زوم، غالبا زوم. الواتساب ما كيتعملش في كندا، هاد الناس اللي كيحاولوا ان راه الواتساب سا مارش با،
راه ما يكذبش عليكم شي واحد، ما كاينش شي مشغل في كندا ولا شي إدارة ولا شي حاجة كتستعمل الواتساب لعمل لقاءات ولا لقاءات عمل وش حاجة بالواتساب. سا اكزيست با، انا كنقولها وكنكررها، زوم، وكاين اللي كيستعمل سكايب، ولكن 80% زوم، انستاليو زوم. الناس اللي ما كيتسيليكسيونوش لهم البروفيل ديالهم سيس با باي بهذا المعنى، يعني ما كيتصلوش بك، بروفيل فيه شي حاجة عاود راجع الشخصية ديالك، البروفيل ديالك، ربما كاين شي امور بحكم التجربة. شفت كاين اللي كيحط السي في فيه 4 لي باج 5 باج، كاين اللي كيحط شي امور لا علاقة لها بالمهنة، لا كاين شي امور خصكم تصلحوها، كنتكلم عليها. علاش؟ لان اول حاجة هو البروفيل ديالك، هو داك السي في ديالك. هادي بلا ما نكرو ونعاود نكرو، رجع لهاد المنطقة هادي. هنا ملي كيقول لك اوتر دوكيمون خص يكونوا عندك، علاش كيعملوا هاد اوتر دوكيمون؟ وهاد المنطقة راه فيها كاينين فيها مراكز تشغيل، كيفاش نقولها، شبه حكومية وحكومية. دابا نشرحها باش ما نطولوش في الفيديو. هما اللي كيديروا هاد الاستقطاب مباشرة، كتحط هاد السمارة وانت والحظ ديالك والكفاءات ديالك، راه كيمشيو على كيفاش نقولها، لا بينغي دو مان دوفر سي سيكتور. لا كان شي سيكتور كيعرف خصاص كبير، راه كيقدروا ياخذوا البروفيل ديالك، ولا كيشوفوا انهم محتاجين هنا واحد السيمو ولا انه كيقدروا ياخذوا البروفيل. كان المهنه ديالك ما مطلوباش كثيره، ربما ما كيتصلوش بك، راه سي كوم سا. هاد اوتر دوكيمون يعني كتحط ديك لي زيكسبيريونس ديالك، كتحط لي تيست لينغويستيك اللي عندك، اختبارات اللغه عندك، حطهم، زيدهم، جوانيهم، كيساعدوا. عندك اختبارات اللغه، عندك دبلومات، عندك دي زيكسبيريونس، عندك دي كارت دو كومبيتونس، زيدهم، كتيليفيرسيهم، يعني كتحطهم كتيليفيرسيهم، كيساعدوا على البروفيل ديالك. هادو باش يبداك لي فارياتور الغوكريتور اللي كيشوف هذاك الشيء، كيشوف البروفيل ديالك جلوبال، يعني بشكل عام اش عندك، شكون انت، كيساعد. انا كنصحكم الناس اللي عندهم هاد بحال الاختبارات وداك الشيء يزيدوهم، يضيفوهم، ما فيها باس. حاجه اخرى بالنسبه للناس، كيبيك، ارجع ليها من غير هاد المنطقه، كيبيك راه كاينه واحد القضيه اللي تكلمت عليها، بي ام اي بلس، راه انك عندك سي اس كيو داخل كندا، خارج كندا، وبغيتي تاخذ بيرمي ترافاي اوفر، وي من حقك، اما باوفر دومبلوا فاليدي اللي تكلمنا عليها، ولا عندك المهنه ديالك، السيكتور ديالك فيه اون بينغي دو مان دوفر، كيعرف خصاص، بلا اوفر دومبلوا تقدر تاخذ بيرمي ترافاي اوفر. اش كنقول لكم؟ مصادر موثوقه وبالقانون، حيت كاين واحد الخلط كنشوف، واخا ما تكونش عندك اوفر دومبلوا فاليدي وعندك ميتي هنا، كتعرف اون بينغي دو مان دوفر، يعني واحد الخصاص كبير، كيعطوك ان بيرمي ترافاي اوفر طريقه اونلاين، كتعملها اونلاين. ما عرفتيش، انا كنصحكم راسكم، ما عرفتيش، ممكن المكتب نساعدوكم عن طريق زوم وداكشي، ونوريكم الطريقه القانونيه كيفاش تعملوها. حاجه اخرى بالنسبه الناس ديال كيفاش غادي نقولها، لونتري اكسبريس، راه خرجت واحد لا روند ديغنييرمون، يعني الناس كنتمنى لكم التوفيق، عندهم بروفيل طلع، يعني كنتمنى لكم التوفيق، راكم جايين ان شاء الله قريبا غتدخلوا في الاجراءات. هذوك الناس اللي تي سيليكسيون راه خرجت لا روند هاد لا سيمين، كنتمنى لكم التوفيق. الاستماره في التعليق لتحت، التعليق في كنحطو على الويب سايت ديالنا، ما بقيناش كنحطوه. كنشوف تساؤلات ديال الناس، حنا غيرنا استراتيجيه ديال التفاعل مع المكتب وداكشي، كنحطو كلشي في الموقع ديالنا ديال باب كندا بوان اور، كاين لي لينك اللي بغا يمشي له تما، سي سور كاين واحد الثمن رمزي حيت فيه بزاف د المعلومات، ما غير داكشي اللي ما بغاش، ما عليك الا تبحث على المعلومه. وكنتمنىكم التوفيق، ها المعلومه عطيتها لكم وعليكم الكمال، وديروا مجهود، هذه راه امور قانونيه هنا في كندا، ما تجيكمش دائما غريبه. لانفورماسيون راه فو شيرشي لانفورماسيون، راه سي نورمال، كاين دي بيرو كيتسماو بيرو دو لانفورماسيون، كندا في امريكا في اوروبا عادي، كنظن المغرب وغيرهم راه جايين، كنظن راه كاينين في دول اخرى. كنتمنى لكم التوفيق والى اللقاء.